استغل وجود حضرتك بقى، شفت بقى المباراة الودية بتاعت المنتخب ازاي؟ طبعا المنتخب تعاقد مع مدرب اسم كبير، روي فيتوريا البرتغالي. الراجل فضل ان هو يبتدي بمباريات مع منافسين نقدر نقول اقل من المتوسط، النيجر وليبيريا. ناس كتير قالت انه مباريات ملهاش لازمه وانه كنا ابتدينا بمباريات قويه، لكن اي مدرب بيبقى عايز تدرج في مستوى المنافسين، خصوصا انها مباريات وديه، وهو كمان عنده فرصه كبيره الحقيقه. هو جاي عنده حظ كويس انه تصفيات امم افريقيا اللي كان المفروض تتلعب في سبتمبر الشهر اللي فات اتاجلت لشهر مارس، فبقى عنده فرصه ان هو يلعب مع منافسين، يجرب لعيبته، يعمل انسجام بينهم وبين بعض، يتعرف على مستويات اللاعبين. فاز في المباراتين 3-0. انا شايف انه برضو ظهرت ملامح كويسه لروي فيتوريا ان هو بيلعب لعب هجومي، بيحاول يخلي دايما فرقتنا ضغط على الفرق المنافسه وبتسترد الكره بسرعه، في لعب على الاجنحه، في حريه للمهاجمين وخصوصا محمد صلاح. في شويه حاجات كده بانت في المباراتين اللي لعبهم، لكن طبعا ما نقدرش نحكم على مستوى المنتخب ولا مستوى روي فيتوريا. لسه ان شاء الله بقى عندنا مباراه الشهر اللي جاي مع منتخب بلجيكا، وده في التصنيف الثاني على العالم، بعد منتخب قوي برضه. طبعا منتخب قوي جدا، يعني الثاني عالميا في تصنيف الفيفا. فده اللي نقدر نحكم على روي فيتوريا وعلى منتخب مصر احنا واصلين لحد فين معاه. طب حضرتك شايف بقى التدرج ان احنا نلعب فرق ضعيفه مع فرق قويه زي ما حضرتك كنت لسه بتقول، هل ده هو التدرج صحيح يعني، ولا ازاي نبدا كده يعني، يبداوا على طول فرق قويه ولا يبداوا؟ لا، هو البدايه بفريق قوي جدا زي بلجيكا اعتقد كان ممكن تجيب اثار سلبيه وعكسيه حتى مع الجماهير، يعني متوقع ان المنتخب البلجيكي طبعا هو اقوى من المنتخب المصري، ما فيش كلام، كتصنيف عالمي حتى احنا بنقول المنتخب البلجيكي في التصنيف الثاني، منتخب مصر اخر تصنيف ليه 39 على العالم، ففي فرق في المستوى لا شك. فالبدايه مع بلجيكا كان ممكن تسيب اثار سلبيه حتى عند الجماهير وفي وجود روي فيتوريا كاول مباراه ليه، لكن التدرج انا شايفه طبيعي ومنطقي جدا ان هو يبتدي بمستويات قليله. لو قدر يعمل مباراه كمان قبل بلجيكا بمستوى افضل شويه من المباراتين اللي لعبهم مع النيجر وليبيريا يكون كويس. ما كانش اعتقد انه مباراه بلجيكا هيكون في نوع من الانسجام حصل ما بينه وما بين اللاعبين. ان شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخب مصر. اكيد ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا، الناقد الرياضي.